احنا اليوم حنا حاضرين اليوم اننا غادي نشوفوا هذه المناظره، لان احنا اليوم حضرنا بدعوه من طرف السيد الوزير مشكور على الدعوه ديالو سي الدكتور محمد العراج، ان تم استدعائنا من اجل الحضور لهذه الندوه باش نشوفوا هذه الندوه، ويمكن تكون المشاركه ديالنا من القاعه باش نعرفوا هاد المتدخلين والتوجه ديال هاد المناظره وفين غاديه، لان احنا بغينا هاد المناظره تكون عندها واحد الفاعليه ونخرج وتخرج بتوصيات من اجل تفعيلها على ارض الواقع باش يكون عندها انعكاسات ايجابيه. واحنا انتظاراتنا كبيره هو ان هاد الناس هادو يستثمروا في الثقافه والفن، هاد رجال المال والاعمال راه بغيناهم يستثمروا في الثقافه والفن، لان دورهم هذا، ما يبقاش ان القطاع العمومي هو اللي تيدعم، راه بغينا الاموال ديال 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 هاد المستثمرين وديال رجال المال والاعمال باش حتى هما يدخلوا، بغيناهم يربحوا حتى هما، ما عندناش مشكل، لان الثقافه والفن راه حتى هي راه مصدر الربح، راه سواء في الكتاب سواء في المسرح سواء في السينما سواء في الموسيقى سواء في التشكيل سواء في كذا، يعني ان هاد لي زاكس اللي قلت لك راه كلهم مديرين للدخل ومربحين، يعني مربحين، فانهم خصهم يستثمروا فيه باش حتى المبدع انه يشتغل بارتياح في الابداع ديالو ويعطي احسن ما عنده، ويكون عنده انعكاس كذلك على المجتمع لتنويره والتوعيه به بمجموعه من الفنون على المستوى الفني والجمالي والحسي. فاحنا كنا امل في هذه المناظره ونتمنى انها تكون ايجابيه وتكون عندها استمراريه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.